الثابتة غتولينا كانت أخطاء ديال المجلس السابق والكل يعلم ماذا يجري ما نقول في التفاصيل هادشي لا يهمنا. مرحبا بكم مرحبا بكم كنحييكم بعدا على هذا التواجد ديالكم باش تغطيو هذه الوقفة الاحتجاجية اللي غتكون اليوم 27 شهر 12 هذه الوقفة الاحتجاجية اللي منظمينها الإخوان المتقاعدين ديال النقل الحضاري اكس اي ار تي سي من اجل واحد المكسب لهذه الشركة تعنتات ما بغاتش تعطيه هو هذا المكسب هو قانوني وهي ديك البطاقة ديال الركوب حسب القانون واللي كيخولوا لنا القانون البند 68 من الباب العاشر من القانون الأساسي. هذا القانون اللي هو مضات عليه حكومة ديال صاحب الجلالة سنة 79 من طرف السي أحمد عثمان ومن طرف الوزير ديال المالية. السلام عليكم الإخوان، خلونا الله يجزيكم بخير. وخرج في الجريدة الرسمية. السلام عليكم. حنا هنا واقفين باش يعطيونا هذا المكسب ديالنا. يمكنونا من هذه البطاقات ديال الركوب. تحيات العالم. لأن بطاقة الركوب هو حق مشروع بالنسبة لنا. هذه الشركة أنهم تعبتوا ما بغوش يعطيونا هذه البطاقة رغم أنهم كيخدموا بهذاك القانون الأساسي هو ساري لهم إلى يومنا هذا. يلا الإخوان قربوا كله ما عدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين. صدق الله العظيم. يطبقوا القانون ويعطونا البطاقات ويهزوا يديهم على هاد المتقاعدين ما باقيينش ينزلوهم لان مسلطين عليهم الزبانيات ديالهم هذوك لي كونترول تينزلوا الناس المتقاعدين تينزلوهم من الحافلات او كيقولوا ليه تعطي الدائره ديال 35 درهم او كيديو المخبر الشرطه باش يديروا معاه محضر الا ان الشرطه جزاهم الله بخير كيتفاهموا هاد المساله هادي وتيتنيوهم كيتنوم وكيحطوهم على اساس ما بقاوش يديو المتقاعدين على قبل هاد ليكار لان حنا كنعرفوا ان هادو طوابسيه وحنا طوابسيه والطوسي غادي تنقع على طوابسي ما كايناش معقول. قال لي واحد الكوميسير جزاه الله خير قال لي انتم درتوا لي بحال بوليسي جاي تنقع على بوليسي هادشي راه ماشي معقول. هاد الناس كيخرقوا القانون الا كان شي حد كيخرق القانون وما ياش ما باغيش يطبقوا هذاك المنتج من القانون الاساسي اللي هو ساري المفعول دائما خاصهم يطبقوه ويهزوا يديهم على المتقاعدين. احنا غادي نستعملوا الحافلات وغادي نركبوا يعني ابا من ابا وراضيه من راضيه وابا من ابا وكريه من كريه لا غادي نستعملوهم وغادي نركبوا الطوبيس يعني فوز منهم وليني على اساس نمشيو معاهم الكوميسار يوم معاهم هذا حق كاين اللي خدم 40 عام كاين اللي خدم 30 و35 حتى 40 عام والناس كلهم اجازه ما غاديش يستعملوا الطوبيس باش الفسحه يمشيو يدوروا فيه كيستعملوا الطوبيس على اساس يمشي للسبيطار او يمشي يدير سكانير او لانهم كلهم صحوا عجزه وتحققوا هاد المتقاعدين الملك واحد النسبه ديال 1500 واحد ولا ما كاملينش لان حنا كل نهار كيموتوا منا خمسه سته كيموتوا في النهار كتجينا اخبار ديال الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهما تيحرموا الحق ديالهم نحن كاين عندهم طيارات كياخذوا لي واحد العدد ديال المديرات العام
كاين البطاقه ديالنا هي محققه الناس اللي كيدخلوا اليوم من هذا على من القانون الاساسي كما نقولوا دائما موقع كاين الناس ما كيخلصوش ما تيخلصوش الضوء علاش حنا بالنسبه لنا حنا المنتخب الحضاري علاش حرمونا من هذا ما تبغيش كلمه ديال صحتنا يحرمونا يعطيونا ديالنا هذا حق مكتسب هما اللي هو معطي بظاهر وما يمكنش واحد يجيب لينا راه ما كاينش هذا دابا فهمت عندك تيقول لك انتوما ما دايرين تكونوا اتفاقيه وانا خدام القانون الاساسي اللي كان اللي فيه 68 كينص على اساس تعطيني البطاقه ديالتي تعطيني هذه البطاقه اللي هي كتحول لي الركوب هذا هو الشيء اللي كاين دابا كاين عندنا عراميل عندنا عراميل عندنا باقيين خمسه وليدات ولا سته اللي عملوا هما السن القانوني باش ياخذوا هذه البطاقه محرومين منا محرومين منا عيب عيب حنا كنجدوا هاد الاداره انها تكون عندها اذن صاغيه تسمع الشيء اللي كينادوا به المتقاعدين هاد العجزه وكنجدوا الدواعي المسؤوله الدواعي المسؤوله عن المركز الحضاري انها هي تكون في الجنب ديالنا وتعطينا تعطينا حقنا مجريه والسلام عليكم كنحييكم على اسمو كنتمناو لان بكم انتوما غادي نكتسبوا الراي العام وغادي باش يكون هو بصح يكون معنا لان الراي العام مهم لنا جزاكم الله بخير كمنابر اعلاميه اللي كتواجدوا معنا ديما وكتعطيو هذه الوقفات الحجاجيه ديالنا تبارك الله عليكم شكرا.